بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا فيكم أعزائي الطلبة طلاب الصف العاشر في سلسلة جديدة لشرح مادة الفيزياء، الفصل الأول، الجزء الأول، المنهاج الأردني. نحن بنشرح هون في هذه السلسلة، ما بعرف إذا كان هو مناسب لأهلنا في فلسطين، كان متابعين معنا لشرح منهاج الصف التاسع، فرح هذا الفيديو مخصص لعرض المحتوى ومحتوى فهرس الكتاب. فخلينا نستعرض مع بعض المواضيع المعروضة في هذا الكتاب اللي رح ناخدها وتمر علينا. طبعا هذا الكتاب مواضيع مختلفة تماما عن مادة الفيزياء للصف التاسع تماما. راح تلاحظوا انه الفيزياء واسعة جدا، يعني شوي بتجيكي بالضوء، شوي بتجيك بالكهرباء، شوي بتحكي عن السرعة والحركة، شوي بتحكي عن المغناطيسية، فأحيانا عن الحرارة، عن السوائل، عن حالات المادة. فالفيزياء علم واسع جدا، وكل موضوع يختلف تماما، لا يرتبط بمواضيع أخرى، يعني هي أقسام متعددة. فإذا كنت أنت مستصعب لفيزياء الصف التاسع، فمش بالضرورة تكون فيزياء الصف العاشر صعبة بالنسبة لك، بالعكس ممكن تلاقيها سهلة جدا وجميلة وممتعة. خلينا نطلع على عناوين الكتاب. رح تمر عليكم ثلاث وحد، وحدة أولى ثانية والثالثة، طبيعة العلم، الضوء والتذبذبات والموجات باللون الأحمر. هدول الثلاث وحد فقط موجودة في الجزء الأول من الكتاب. طبيعة العلم اللي هو الفصل الأول، الفيزياء والتكنولوجيا، الطريقة العلمية، تاريخ علم الفيزياء وتطوره، التطور التكنولوجي. ثلاث دروس في الفصل الأول أو في الوحدة الأولى. طبعا طبيعة العلم هاي الوحدة مرت عليكم بنفس العنوان أتوقع في الصف التاسع، صح؟ كانت مجرد كلام وحكي وتعريفات وحفظ. طبعا احنا هون عنا بيحكي عن الطريقة العلمية. الدرس الأول بيحكي لك عن الطريقة العلمية، حتى أجد شيء أو أصل إلى نتيجة معينة أو حتى أحل مشكلة، هل هناك طريقة علمية محددة يجب علي أن أتبعها؟ هذا هو الدرس الأول. تاريخ علم الفيزياء وتطوره هيحكي لك، فرجيك إنه علم الفيزياء من حولك الآن بالهاتف اللي بإيدك، بالإضاءة اللي فوق رأسك، بالأجهزة الموجودة عندك بالغرفة، كان مختلف تماما ولم يحدث هذا بين في يوم وليلة. تطور علم الفيزياء على مر العصور وعلى مر التاريخ. والدرس الثالث أيضا يتحدث عن التطور التكنولوجي من باب المجالات التكنولوجية والأجهزة. إذن هذه هي الوحدة الأولى. الوحدة الثانية تتحدث عن الضوء. الضوء موضوع جميل وسهل جدا ومر عليكم في صفوف صغرى، كنتوا تاخذوا عن الضوء انعكاسه وانكساره، هاي خصائصه. كنتوا تاخذوا عن المرايا والعدسات، شو الفرق بين مرآة وعدسة. كنتوا تاخذوا عن المرايا، في عندي مرآة مستوية زي المرآة اللي بتطلع عليها الصبح قبل ما اطلع على الشغل، في عندكم مرايا مقعرة ومرايا محدبة، عندكم عدسات مقعرة وعدسات محدبة. تمام، هاي وحدة الضوء. رح أتعرف على الضوء من خلال خصائصه. إذن من خلال خصائصه، ورح بالدرس الأخير في هذه الوحدة بحكي لك عن العين البشرية والإبصار. العين البشرية إحنا كيف بنشوف، إحنا كيف بنبصر الأجسام من حولنا. تمام، هاي الوحدة الثانية. الوحدة الثالثة تتحدث عن التذبذبات والموجات. بحكي لك عن الطيف الكهرومغناطيسي، بحكي لك عن الموجات، الطيف الكهرومغناطيسي من اسمه كأنه كهرباء ومغناطيسية مع بعض، ممكن يجوا مع بعض، نسميهم كهرومغناطيسي، ما تجتمع الكهرباء والمغناطيسية. ايش معنى هذا الكلام؟ بس ندرس ورح تفهم معناه. من معنى من هاي الوحدة رح توصل، رح تفهم طبيعة الضوء، رح تتعرف عن جد شو هو الضوء. هل هو عبارة عن جسيمات ماشية ورا بعضها؟ أم هو عبارة عن موجة زي موجة الماء؟ شو هو الضوء؟ أم يجمع الصفتين؟ هل هو موجة وجسيم في نفس الوقت؟ أم يسلك هذا السلوك أحيانا وهذا السلوك أحيانا؟ إذن الفصل الرابع يوضح لك طبيعة الضوء فعليا، ما هو الضوء؟ من ماذا يتكون هذا الضوء الموجود حولك؟ شو هو طبيعته؟ تمام، إذن هذا هو منهاج الصف العاشر. منهاج الصف العاشر الجزء الأول ما فيه كثير من القوانين، ما يعني لو تصفحت الكتاب رح تجد أنه ما بيحتوي على الكثير من القوانين. في عندك عندنا هون قانون، قوانين الانكسار، البعد البؤري. بالمجمل منهاج الصف العاشر بيعتمد على ملاحظتك للبيئة من حولك، يعني هي كلها أمور
شايفها انت تستطيع تشوفها في البيئة من حولك. فبما انك انت فاهم كيفية حدوثها في البيئة من حولك فحيكون الموضوع جدا سهل بالنسبة لك. هاي في عندنا هون قانون، عندكم قانون المرايا، البعد البؤري، بعد الجسم، وبعد الخيال. لكن هذا القانون ايضا سهل استخدامه، بسيط جدا يعني، ما في له استخدامات صعبة. معظم الدروس تعتمد على الفهم وليس الحفظ. في عندنا هون ايضا، هون عندنا قانون للزوايا، زاوية الانكسار وزاوية الانعكاس. لما الضوء يمر من وسط الى وسط اخر مختلف، يعني بيكون الضوء ماشي في الهواء بعدين بيدخل للماء، شو بصير؟ بضل مكمل طريقه ولا بيحدث له شيء معين؟ معظم هاي التجارب رح انا احاول اعمل لكم اياها واصور لكم اياها. في عندنا هون تطبيقات جميلة للضوء، الانعكاسات الداخلي، المنشور. في عندنا هاي الالياف البصرية، هلا كتير موجودة بكتير من الالعاب، بتلاقي في عندك زي الحيطان البلاستيك بتضوي، صح؟ وهي مطفية بتبين كأنها انبوب او انابيب بلاستيك شعرية رفيعة، لكن لما تشغل فيها الكهرباء بتضيء، فهي انعكاس الضوء داخل الالياف. اذا هي معظمها دروس الضوء موجودة من حولك، ففي الطبيعة من حولك او بالادوات اللي بتستخدمها من حولك. مجرد فهمك لمبدأ عملها بسهل عليك جدا فهم المنهاج. هذا هو منهاج الصف العاشر، بتمنى انه تتابعوا معي هاي السلسلة للنهاية، واكون قادر على اني اشرحها بشكل واضح واوصل لكم المعلومة بشكل سهل وسلس. لا تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك، وتخبروا اصدقائكم عن قناة علم بالقلم، انشروها في ميزان حسناتكم باذن الله، وانتظرونا في الدرس الاول.